السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صلاة العشاء واحد سألني سؤال جميل، إذا كانوا اثنين يصلون جنب بعض أسحب المأموم ولا أدفع الإمام؟ لا هذا ولا ذاك، قبل أن أسحب وأدفع أشوف الإمام حاط سترة قدامه ولا لا، أروح إذا ما عنده سترة أحط شيء قدام الإمام وأسحب المأموم، أما إذا الطوفة قريبة أو الجدار قريب من الإمام أدفع الإمام إلى السترة وأصلي بجانب المأموم. طيب سؤال ثاني، لو اثنين يصلون جنب بعض والمكان ضيق صعب احد يتقدم والثاني يرجع، صلي على يسار الامام، يجوز الصلاه على شمال الامام ولا حرج كما يعني حكى العلماء، صلي على يسار الامام، اذا في حد على يمينه يجوز تصلي على شمال الامام ولا حرج ان شاء الله تعالى. السؤال الثاني، احنا متعودين من احنا صار اذا اثنين يصلون جنب بعض الامام يتقدم والمأموم يرجع شوي، وهذا عند النساء، زوجتي مع أختي بتصلي ولا أمي مع بنتي وهكذا، يعني إذا امرأة بجانب امرأة الإمامة تتقدم قدر خطوة، أما رجل مع رجل في صحيح البخاري باب مساواة الإمام بالمأموم، أنا وياك جنب بعض بخط واحد، أما الإمام يتقدم والمأموم يرجع هذا ليس فيه دليل على القول الصحيح. فضل من الله تعالى الأيام هذه الصفوف راح يكون فيه تراص فيما بيننا، وإن شاء الله نكون كلنا بجانب بعض، وإذا تسعت القلوب تسع المكان. أما قضية أن الناس الآن عندهم شك في قضية أني أنا والله أنا بتباعد، أنت قاعد تلم وتسلم عليه، ما زال بعض الناس عندهم مرض وهوس التباعد، وهذا من الشيطان مثل بيس على الناس، أنه صار حتى بعد ما سمحوا بالتقارب صار يبتعد، بعض نصلي بيته بحجة أني أنا سيارة أنا مبطل السيارة عندك بحجة أني لا خلاص أنا خليني أتباعد على طول، لا نبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام أراد أن يصلي ورأى بين الصحابة فروجات، قال والذي نفسي بيده إني أرى الشيطان يتخلي بينكم الآن كصغار الظأن أو البهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سد فرجة في الصلاة بنى الله له بيتا في الجنة ورفع الله بها درجة من القيامة. سد الفرج بين الناس وهذا أمر مطلوب، انتهت كورونا إن شاء الله وزالت الجائحة، وإذا اتسعت القلوب اتسع المكان.